السلام علیکم. پہلی ویڈیو میں تقریباً کچھ آیات جو ہیں سورہ ملک کی پڑھی گئی تھی، دوسری جو آیات ہیں نا باقی جو رہ گئی وہ اس ویڈیو میں بنا ریکارڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين.